بالدكتور لمن هذا القول المشهور والمعروف جدا؟ قال نعم في 67 في نفس حزيران نعم وفي 23 منه نعم وكلام سليم. الآن أخذ مربع الأستاذ أبو لبن بكلماته وشخصيات طبعا واضح هذا. بنتقل بالسؤال الآن سنوها بسؤالك. طبعا جغرافيا. طبعا جغرافيا. وليه طبعا يعني؟ سؤال الجغرافيا هو السؤال التالي يا آنسة نهى. الآن لو نظرنا للخارطة وبالذات اتجه بصرنا إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية وحاولنا نشوف البقع الزرقاء اللي تفصل بيناتهم، بنلاحظ على أنه هناك حوالي 5 بحيرات كبيرة مش بطالة في حجمها يعني. الآن لو سميتي لي 3 من 5 من هذه البحيرات بعتبر الإجابة سليمة وبتاخذي إضاءة الدائرة. تفضلي. فكري شوي. مش تسمي لي بحيرات من أفريقيا الآن. على ما أعتقد الدب الكبير. الدب الصغير. شو أسمائهم هذولا؟ سوبيريور ميتشيغان. سوبيريور واحد. ميتشيغان. 2. كمان واحدة، 5 هم. سوبيريور ميتشيغان. ايوه يبدا بحرف الراء بس را. الان اذا بنتقل للمتسابق الاخر تلغى البحيرتين اللي ذكرتهم الاخت نهى، بدك تسميه 3 جداد اذا انتقلت اليك. ايوه قلنا سوبيريور وميتشيغان، واحده بس سميني كمان. السوالف العريضه ومشاهدينا اكيد عرفنا شو فقرتنا الآن رح تكون، وبرنامج فكر واربح بين الماضي والحاضر. شفنا مقاطع من فكر واربح اللي تعودنا عليه زمان واللي كبرنا عليه واللي كان طبعا يقدمه الأستاذ الكبير رافع شاهين الله يرحمه. ذكريات كانت كتير جميلة، لكن اليوم حاضرنا أيضا جميل بالنسخة الجديدة من برنامج فكر واربح اللي عم بيقدمه الدكتور حسان شاهين. يعني لما الكاميرا هلا يمكن تيجي على الدكتور حسان رح تعرفوا فورا انه هو نجل وابن الاستاذ الكبير رافع شاهين. اليوم رح نتحدث من خلال دكتور حسان عن النسخه الجديده، وايضا رح نرجع شوي لورا ونحكي عن ذكريات الاب والاعلامي الكبير الاستاذ رافع شاهين. صباح الخير. الله يسعد صباحك يا رب. صباح الجمهور. الله يخليك. الله يعافيك انت والله ما شاء الله عليك. بدايه طبعا بدنا نبارك لك ببرنامج فكر واربح. الله يبارك في عمرك. يعني الف عافيه. الله يعافيك والله. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا ويعني ظهر على الوجود وصار تنفذ البرنامج وبلش يعرض. هي اظن صار هلا 5 حلقات عماله يعرض. الحمد لله رب العالمين. نعرف هيك شوي تفصيله هيك سريعه، امتى بيعرض واي ساعه بيعرض لكل الاشخاص؟ ذكرتيني وانت بالموعد. لا هو صحيح الان البرنامج بلش، المفروض كان يبلش من 1/1، لكن نتيجه بعض الظروف صار في تاخير لبعض الحلقات، فلغايه الان صار 5 حلقات بثت، وتوقيته يوم الجمعه الساعه 5 للساعه 6. تمام. وهلا رح نحكي بعد شوي بالتوقيت هذا. صح. لما اكيد رح تساليني عن ردود الافعال وكيف صارت ولا ان شاء الله. لا هو يوم يعني جمعه البداية اسبوعيا حتى يعرف الاشخاص حاليا يقدروا يحضروك. يس. بفكر واربح من الساعه 5 يوم الجمعه. يوم الجمعه. نعم. ويعاد بثه يوم الاثنين الساعه 1 الظهر. تمام. برضو على شاشه التلفزيون الاردني. شاشتنا الحبيبة. شاشة الحبيبة. يعني دكتور حسان أكيد قبل ما نبلش بتفاصيل برنامج فكر واربح بنسخته الجديدة هيك نرجع شوي لزمان. يعني مبارح هيك قعدت حضرت شوي على اليوتيوب على برنامج فكر واربح للكبير الله يرحمه الأستاذ رافع شاهين. ذكريات كبيرة وجميلة كانت، بدنا نسميه الزمن الجميل مع انه كل زمن يمكن له جماليته. لا شك بس هلا بالنسبة احنا لنا يعني دائما الواحد شوي تواق لانه يرجع لورا شوي. صح. يا اما هو بذكرنا بشبابنا يا اما يعني يعني هي احتمال ذكرنا بطفولتنا وشبابنا. يس. وتفاصيل كانت كثير مهمة. بدنا نعرف من حضرتك عن الأستاذ رافع شاهين الأب والإعلامي، خاصة في خلال تصويره لهالبرنامج اللي يعني دخل كل قلوب كل مواطن أردني. هلأ الحقيقة أنه يعني رافع شاهين رحمة الله عليه بلش في الإعلام بداية 70s القرن الماضي. نعم. وكان مع أنا يعني إنجاز تعبير أسميهم العمالقة.
اللي هم الأستاذ شريف العالمي رحمة الله عليه والأستاذ عمر الخطيب الله يرحمه. هدول هم صنعوا خلينا نقول في مجال المسابقات تحديدا هم صنعوا هذا هذا هذه الصناعة. فهو بلش في السبعينات، بلش في برامج الرياضة، كان يعمل يعلق على برامج المصارعة وبرامج الملاكمة. طبعا مناش نرد نعيد ونزيد لأنه عدناها كثير هاي. ثم بلش في برامج المسابقات، عمل كثير، عمل جرب حظك، أول إشي سين جيم، بعدين جرب حظك، بعدين فكر واربح، بعدين خمسة في خمسة، بعدين نحو القمة، بعدين في برنامج نعم صحيح، مسميات مختلفة لكن المحتويات شوي فيها من الأشياء اللي جبناها إحنا في البرنامج اللي هو الحالي. وفي كمان إذا بتذكروا المشاهد السلم، فقرة السلم اطلع درجة اللي كاي كانت خليني أقول أكثر شيء، وكانوا يطالبوني أني أنا أرد أحكيها في البرنامج هذا، بس بقول لهم والله ما بقدر، أنا بقدرش أجي أقلد رافع شاهين بالأشياء اللي ما بقدر أقلده فيها. هلأ أنا عشت معه وشربت 100% حركاته وشربت وحضرتك يعني بتشبهه بشكل كبير يعني. عشان هيك هلا بدي انتقل ليش طلعت فكرة البرنامج، لانه وين ما بروح بيقولوا لي انت بالله مو رافع شاهين، بتقرب للرافع شاهين. فالصوت نفسه الحركات تقريبا قريبة كثير، فخطر على بالي انه اعمل او اعيد احياء ذكرى رافع شاهين من خلال برنامج فكر واربح. وهاي شوي من الـ الانتقادات اللي سمعت بعد ما بثت خمس حلقات من البرنامج، انه طب يعني احنا يعني بدنا اشي قديم، طب طلعوا لنا اشي جديد مثلا. للاسف. ليه؟ هلا لا مش هلا في ناس يعني خلينا نقول بدها تتفرج على اشي جديد. صح. لكن هذولا بحب اقول لهم انه البرنامج احنا عملناه تحديدا حتى نعيد ذكرى رافع شاهين. بعدين لا ننسى انه في عندنا كثير من اللي اعمارهم كبيره في السن، حقهم انه انا كمان اقدم لهم شيء. والله يعني ردود افعال على الفيسبوك، في عندنا احنا موقع فكر واربح بالعربي على الفيسبوك، ردود الافعال اللي كانت تيجي اللي يقول لي انا كانت امي او جدتي تتفرج على البرنامج وصارت تقول ايه هاي رجعوا برنامج فكر اربح، افتح اسكت يا ولد. صح. اسكت يا ولد اقعد. عرفتي كيف؟ صح. هذول بحبوا يتفرجوا على برنامج فكر اربح. بعدين في واحد منهم بعت لي تسجيل لوالدته، والدته صارت تقول خشبات الحبس خمس خشبات وخشبه، خشبات الحبس خمس خشبات وخشبه، وصارت تخربط. عرفتي؟ ورجاني اياها، بعت لي اياها. الناس فعلا شعرت بانه حبت الفكره. صح. رجعناهم شوي للماضي اللي هو انا فعلا بسميه الزمن الجميل، وهو كان زمن جميل. صح. واتمنى انه زمننا هذا ليتر اون راح يكون برضه زمن جميل ان شاء الله رب العالمين. صدقني يا دكتور حسان يعني احكي معك هيك بشويه عفويه، يعني ذكرت هاي القصه، وانا هاي القصه صارت معي يعني قبل فتره بسيطه، كنت قاعده انا وستي وهيك مجموعه وطلعت بروموشن فكر واربح، فهي بتطلع على التلفزيون بتقول رافع شاهين رجع فكر واربح، فانا لاني بعرف طبعا بحكم اني موجوده بالتلفزيون قلت لها لا تيتا هذا ابنه لاستاذ رافع شاهين وفكر واربح برضه الجديد. ما بتصدق قديش انبسطت. لا والله الحمد لله. وصدقني اللي بيقولوا انه ما بدنا نرجع للاشياء القديمه، بالعكس احنا هلا يمكن حتى نرجع للسعادة اللي كنا نحسها زمان لازم نرجع شوي لورا، على الأقل نربط. صح. يعني هلا مثلا ممكن تسأليني انت، بعرفش اذا في من ضمن اسئلتك التطورات والتقنيات انا يمكن اللي استعملتوها هلا خلينا نقول جديد وطورتوا فيها، اكيد في امور متطورة اكثر شوي عن بس بس يعني كمان للأمانة كنت كثير حابب يطلع البرنامج نفس برنامج رافع شاهين، لذلك احنا عدنا نفس الفقرات وحاولنا نضم اكبر عدد من اللي كان يطلع في برنامج فكر واربح القديم. يعني جبنا فقرة اللجنة، وجبنا فقرة الشخصية، وجبنا فقرة اللوحة، وجبنا لعبة الكهرباء، وجبنا لعبة ترديد الجمل، وجبنا كمان حتى الزوج والزوجة في حلقة يوم الجمعة الماضية، جبنا فقرة الزوج والزوجة لانها كانت احدى الفقرات اللي. صح. كانت تعرض في فكر واربح قديما. صح. يعني لعبة الكهرباء هاي كل الأشخاص يعني عن جد بلا استثناء بيتذكروها كثير رائعة. يعني هاي هي الفكرة من زمان. يعني أستاذ رافع شاهين كيف إجته هاي الفكرة بداية؟ هلا طبعا عم لا شوفي كيف هي قديما والدي بحب الرماية وكان دائما منه إحنا صغار يعلمنا على الرماية. جميل.
فالرماية بدها ضبط أعصاب قوي طبعا. فلذلك إذا في أي رجة في الإيد فحتى هو خطأ من خلال البرنامج بده يعمل يقيس كيف رجة الإيد أو كيف ضبط الأعصاب. فخطرت عباله فكرة أنه مسكة الخشبة هاي مع الحلقة ويمشي هاي قديش بقدر يضبط أعصابه. فطلعت الفكرة وساوى ونفذ وحكى مع التلفزيون هون وعملوا السلك وعملوا الحلقة. فصارت حتى يقال بأنه هذه سلك أو الجهاز جهاز رافع شاهين صار معروف صح. عنه عشان هيك في بعض المكتبات صاروا يعملوه كمان لأنه هي يعني هو تميز فيها. وجميل إنكم رجعتوا عدتوا كل تفاصيله. تحديات دكتور حسان يعني تحديات بين إنكم حتى تطبقوا البرنامج بنسخته القديمة على الشكل الحالي. هلأ شوفي إذا بدنا نحكي بالتحديات كان في تحديات على أكثر من صعيد. صعيدي أنا طبعا كحسان شاهين هذا كنت بدي يس هذه لا شك أنا واجهتها تماما. ليش؟ لأنه سيكولوجيا الآن الناس بتتفرج على حسان شاهين صح أوكي. بس حسان شاهين تتفرج عليه بمعزل عن رافع شاهين نو واي لا يمكن صح. لذلك الآن راح يصير في مقارنة بالضرورة بين حسان شاهين في سنة 2014-2015 وبين رافع شاهين آخر صورة شافوها لرافع شاهين. الآن رافع شاهين آخر صورة شافوها إله كان عنده خبرة 35 سنة في الإعلام وفي البرامج. حسان شاهين 2015 صح لكنه طازج جدا أول برنامج لسه أول صح. برنامج وأول مرة بيطلع على التلفزيون نعم. وفي الإعلام. فهذا كان تحدي كثير مرهق إلي نفسيا نعم. لكن الحمد لله بقدر أقول أني تجاوزته لنسبة 60% تقريبا which is نسبة كثير طبعاً. أنا بالنسبة إلي مرضية على الأقل من ردة فعل الناس. هي أكيد أكثر أنت متواضع دكتور حسان. لا والله الحمد لله رب العالمين. الناس أنا بهمني عينها لأنه شو ما سويت أنا هلا هون بنساوي شو ما بدنا لكن المرجع النهائي كيف عين الناس شافتني. إذا كانت راضية ومبسوطة معناته أنا did my job بشكل جيد صح. الفيدباك كان بيعطي نسبة 60% بدون تواضع أوكي. نسبة حقيقية يعني تأكد فالحمد لله. هلأ إذا كان صار في تفكير في إشي جديد ممكن نعمله بالضرورة باعتقادي وإن شاء الله الله يوفقنا إنه النسبة رح تطلع رح تصير طبعاً. 62.5% لأنه يمكن هل بتعتقد لأنه ما رح يكون في مقارنة يعني هي المقارنة اللي بتشعر إنه هي اللي قللت من وجود النسبة يعني يس. يعني عم بقول لك الناس بتفرجوا على حسان شاهين بدهم إياه يطلع رافع شاهين هاي دكتور حسان هاي دكتور حسان هلا بالنسخة نسخة فكر وربح الحالية هاي حضرتك هلا عم تعرض مشاهد يس. من فكر وربح الجديد هلا هذا حسان شاهين 2015 عم بيقارنوه لأنهم أول مرة عم بيشوفوه طبعاً. عم بيقارنوه برافع شاهين بدهم إياه يطلع زي رافع شاهين صح. وهذا شيء أكيد صعب كثير صعب تمام صح. هلا ليتر أخذوا على حسان شاهين كحسان شاهين بصفي انه المقارنه نسبتها راح تقل كثير نعم. بالتالي راح يشوفوا حسان شاهين على حقيقته. والان اذا تقدم حسان شاهين في المستوى بالضروره راح يلاحظوا المشاهد وراح يقول هلا هذا احسن او هذا افضل او منيح او صار في تقدم. طب يعني نتفرج شوي يعني المخرج عم سأل نتفرج شوي على دكتور حسان. واول سؤال لك يا سيف ماذا تختار؟ اختار بالدين. نختار سؤال الدين سؤال سهل وخفيف واصلا مرقت خبره علينا قبل مده بسيطه بتعلق في السؤال. سؤالي هو في اي يوم من ايام العيد تذبح الاضحيه؟ معك 15 ثانيه وبلش التوقيت. باي يوم من ايام العيد؟ باي يوم من ايام العيد؟ يا اليوم الأول أيوة. أو الثاني أو الثالث أو الثالث أو الرابع أو الرابع في أي أيامها. ولكن هو يفضل ببلشوا فيه من أول يوم بالضبط. ويجوز بأن تذبح الأضحية في الأيام الثلاثة الباقية إكس لسيف وكلام سليم 100%. والله ما شاء الله عليك دكتور حسان. وأنا ومخرج جيهان هلأ بنحكي مش معقول يعني مش معقول كثير في شبه كثير. هي عشان أصلا كثير. هو الشبه شكلا والصوت
والحركات هي اللي اصلا طلعت الفكره انه انا اعمل فكره، ولا انا بليله بالاعلام؟ لا بالعكس، لا بالعكس، بيلبق لك يا دكتور حسان. يمكن خلينا نقول نكسب هيك الوقت سريعا، نحكي شوي عن التوقيت. ايش بدكم تعملوا دكتور حسان بموضوع توقيت فكر واربح؟ انا بعرف يعني هو يمكن يوم الجمعه والساعه 5 شوي التوقيت مش مناسب. هلا هذه من حتى من ردود الافعال كمان اللي اجت، او خلينا نقول من النقد اللي وصلنا على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي ومن خلال الاتصالات الهاتفيه، انه التوقيت مش موفقين فيه. لكن بدي اقول لهم انه احنا التلفزيون الاردني انتم عارفين يعني هو تلفزيون لكل الناس، لكل الاردن، هو التلفزيون والناطق الرسمي في للمملكه الاردنيه الهاشميه. فشوي ممكن نكون احنا محددين في بعض التوقيتات، معلش سامحونا، يعني سامحونا انه طلع الساعه 5، بجوز يكون الناس برحلات ومش قادره انها تقطع الرحله، مش معقول يقعدوا ساعتين ولسه ما غسلوش ايديهم من الهش والنش. لا. فهذا من الاشياء صح. اللي ان شاء الله انه تتعدل، او بتمنى انه يصير التوقيت افضل للجمهور ليتر. شغله ثانيه، احيانا بيحكوا على الاضاءه، من الاشياء خلينا نقول السلبيه اللي كانت الاضاءه في التلفزيون. الجمهور مثلا حكوا عنه كمان، من ضمن انه ما كانش عندنا جمهور كافي، لكن ايضا احنا عم نقول الان تجربه صح جديدة. صح. شوي الانطلاقة كانت، حابين احنا نكون تكون الانطلاقة بامكانيات محدودة صح، حتى نضمن على الاقل تعطي النسبة 60% اللي حكيناها، والا لو عليها كبرنا كثير كثير احتمال كانت تكون النسبة اقل شوي. صحيح. يعني دكتور حسان شاهين، نتمنى لك كل التوفيق في برنامج فكر واربح بنسخته الجديدة. أنا شخصيا أنت رائع في التقديم، يعني إن شاء الله بنشوف التطورات كلها اللي بتتمنوها زي ما تفضلت شوي شوي، وبالمستقبل بيكون أيضا التوقيت مناسب لكل الأشخاص. أنا متأكدة إنه في كتير أشخاص حابين إنه وراح يكون في أفكار جديدة إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. بدنا نشكرك دكتور حسان شاهين، أكيد تحياتنا لكل الأهل. تسلمي كل تسلم. شكرا ستي. شكرا لك. وبنرجع بنذكر برنامج فكر واربح يوم الجمعة الساعة 5 يعني يبث، وأيضا يعاد يوم الاثنين الساعة 1 الظهر لكل الأشخاص اللي بحبوا يحضروا برنامج فكر واربح، هذا البرنامج المتميز اللي يقدمه دكتور حسان شاهين. ومشاهدينا هيك وصلنا لنهاية حلقة يوم جديد، بنتمنى لكم كل التوفيق، نتمنى لكم نهار ويوم ومساء تفاصيله جدا جميلة. استقبلنا بالطاقة الإيجابية، نودعكم بالطاقة الإيجابية، وإن شاء الله تستمر معكم لليوم ولكل أيام حياتكم. مني ألكسندرا البوري ومن فريق برنامج يوم جديد كل التحية، وإلى اللقاء.